دنيا باطمة اختي اختي دنيا باطمة اختي ما عمر في حياتي دنيا باطمة قلت لها شي كلمة ما عجبات في حياتي ولا هي كذلك. ديك السيدة راكم قلت لها انا ديك راه خدمت لها في السبوع ديالها فاش خلقت هي في السبوع ديالها راني عندهم راني في الحي المهمدي مع ما 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 بوها ما كلشي راني مزيان راه مديني هذا والله انا ديك السيدة راه بنتي يعني ما يمكنش ليا. اول حاجه انك تجي فرحان تشوف الدنيا برا اول حاجه تقول لو انت مرتي جايه سياده تيها السيده عزيزه علينا والله ما انا بعدا ديك السيده ما عمرني في حياتي قلت لها شي حاجه مشيت ليه ونزيد واحد القضيه اللي ما عرفتش ليش جايه لان الدنيا برا انا خدمت ليها السبوع ديالها يعني ماشي السبوع ديال البنت لا هي باش تخلقها ديالنا ما بوها اللي درتي لها لا كنت انا ما كنتش دنيا باطمة إنسان عزيزة وغالية وبالنسبة للخلافة مع الفنان ما عندي خلافة ما تشي فنان أنا غير شي فنانة لأنه ما تزيد بس على كيف ما كنقول لك يعني كنبقى نهضر هو هذا ما خصوش يكون صعب بزاف ديال الفنانة كي كيحتكروا القناة ديال المغرب بزاف هو السيتي واش 40 اللي كاينين بزاف دائما راه كاين بزاف يا اخي انا ما نقولش انا راه كاين بزاف ديال الناس شوفوا هما اربعه كيبانوا كل ساعه هذا بزاف راه كاين بزاف كاين هادي الفنان وكاين الوالد كاع كاين ماشي كاين فنانه كاين الناس بزاف كاين الناس مسؤولين مسؤولين كبار ووالدين ومقصرين كاين الناس كيخدموا بشي حاجه واعره وملي كتحطهم شي حوايج كيديروا شي حاجه ومقصرين اذا علاش راه هذا هو السؤال اللي كنقول لكم عاونوا لي اخوتي راني واحد راني شبع عاون راسي ها عاون راسي وراني معاون راسي علاش كنقول لهم دير انا خصني نهضر في اللايف غير باش نكون باش نحل شويه كفاح مالنا بعدا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.